بعدوا عن بعضكم شوية اللي سمحتوا. اللي بعطينا هويت صفعة دول. عامر. قولة صح؟ هاي عابل خليه. لا سام. عامر ثانية. ماشي. اللي ما سلم هويته يا شباب تأكدوا من هوياتكم بس اللي جاتوا انه على شامل او على المدري. اعطوه بدنا مكتوب شغل من المدري تحت اللي على المدري على المدري بس بلاش تاخر ساعه هذا حول الحال ما بيحاول المدري مزاني تحت في جرعة ثانية وهنا عندنا جرعة الأولى. لا في عندهم كمان أولى عندهم. هاي إخواتي أولى. تحت ما في أولى بالمرة. من جا؟ بالمرة أنا كنت أسعى عندهم. شفتوا القطن يا بنات؟ ايش مين ردوا يا بنات؟ هاي جابت يلا وليد القرآن وليد القرآن وليد جاهز حالك رخيدة خواتي اللي تطعيم سريعة على الكراسي وليد 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 يلا يلا هذا وليد صح؟ سلام خالد الربوع طلع سمسم معاه سجل اسمك ضروري سجل اسمك سجلت سجلت خلاص بس قول في محافظة طفيلة أصبح لدينا في الأيام الأخيرة إقبال شديد على تلقي مطعوم ضد فيروس كورونا عندنا 5 مراكز صحية تقدم هذه الخدمة طبعا في المحافظة تجاوز عدد المطعمين لغاية هذه اللحظة 10,000 شخص عندنا المراكز الصحية في هذه المحافظة تطعم قرابة من أو العدد الإجمالي للتطعيم المسجلين للمنصة من 100 إلى 300 شخص يوميا للمركز الواحد نعم احنا حسب الاعداد الحاليه المتواجده على المنصه المراكز الصحيه قادره على استيعاب الخاضعين لهذه المنصه والذي يطلبون التطعيم اذا زاد العدد واصبح اكثر يعني شده فسنقوم بفتح مراكز اخرى للتطعيم خاصه انه هناك في مجال انه في الايام القادمه انه يصبح العدد اكثر من ما هو عليه الان في الفترة الأخيرة تم فتح يعني بالتشارك مع وزارة التربية والتعليم وخاصة مع مديرية التربية في محافظة الطفيلة فتح منصة خاصة للمعلمين الهيئات التدريسية والعاملين في التربية والتعليم وكذلك تم عملية تشارك مع جامعة الطفيلة التقنية في لمدة 2 يوم الآن إحنا يعني بصدد إنه نتواصل مع المصانع الألبسة الموجودة في الطفيلة وأعداد
أعدادهم يعني كبيرة، وحتى نفتح منصة خاصة بهم. وعندنا كمان بدنا نعمل مستقبلا على فتح منصة للدوائر الحكومية ليتم تطعيم أكبر عدد ممكن من هذه الفئات في محافظة الطفيلة.